أعزائي مشاهدي فضائية نورسات وتلفزيون تلولمير، من لبنان إلى عمان إلى كل مكان، صباحكم نور من نور المسيح الذي لا يغيب. حلقة جديدة وشيقة من البرنامج الأسبوعي صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة الروحية مني أنا الأب جورج شرايحة. واليوم وبسبب السفر خارج البلاد تغيب مؤقتا اليوم الدكتورة على أن تكون معكم الأسبوع القادم بعون الله. مستمرين معكم في الحديث عن سينودس الأساقفة الذي دعا إليه قداسة الحبر الأعظم البابا فرانسيس، ومعنا اليوم للحديث حول هذا الموضوع مسؤول لجنة السينودس في الكنيسة اللاتينية في الأردن الأب مروان حسام. صباحك نور أبونا. صباح ورد، هلا فيك. خليك يا رب. من دواعي سرورنا أن تكون معنا اليوم للحديث عن تطلعات قداسة الحبر الأعظم البابا فرانسيس وآمال الشعب المسيحي. هذا وسوف يكون معنا اتصالين هاتفيين من الأب فرح حجازين كاهر رعية اللاتين فرميمين والأخت الراهبة الفرنسيسكانية الأخت سناء سماوي. أهلا وسهلا أبونا. هلا فيك. الله يخليك. والسينودوس حدث شيق وقداسة الحبر الأعظم شوقنا إله بالأكثر من خلال المسيرة والإعداد اللي في ناس شافها فترة نوعا ما طويلة حوالي 3 سنوات يعني. نعم. بلشنا من نهاية العام الماضي تقريبا، من شهر 9 العام الماضي. العام الماضي هو راح يكون بال23. نعم تمام. أبونا، مفهوم السينودوس كنا بنحكي أنا وحضرتك قبل ما نطلع على الهواء ما بين المجامع وما بين السينودوس وما بين الفكرة من معنى كلمة السير معا، معنى كلمة السينودوس، شو بتخبرنا هيك مقدمة عن هذا الموضوع؟ أولا صبحكم بالخير جميعا، يعطيكم ألف عافية، وأنا مسرور أني أكون معكم اليوم في هاي الحلقة حتى نحكي مع بعضنا البعض عن السينودوس اللي نوعا ما إعلاميا إحنا شوية مقصرين فيه في أبرشية في الأردن. إذا بنرجع على موضوع السينودوس وإذا بنرجع فيه من ناحية لغوية ومن ناحية معجمية، كلمة السينودوس هي بتيجي من كلمة مشتقة اللي هي اندس إلى أو اندس في. اندس في أو اندس إلى يعني هو دخل في، وهذا هو هدف الكنيسة. هدف الكنيسة إنها ترجع وتدخل في شعب الله وتدخل في مسيرة الكتاب المقدس من جديد، اللي مرات كل فترة وفترة إحنا بحاجة نتجدد فيها وبحاجة نرجع نذكر حالنا إنه إحنا وين ماشيين ولوين ماشيين. فكلمة السينودوس هي اندس إلى، فإحنا نرجع من جديد ندخل في روحانية كتاب مقدس وروحانية شعب الله. كلمة سينودوس هي جاية تنلفظ في اللغات الأجنبية سينود، وهي مزيج ما بين اللغة اللاتينية واللغة اليونانية، وأقرب معنى إلها في اللغة العربية هي السير معا، نمشي مع بعضنا البعض حتى نفكر بكنيستنا، نفكر بروحانيتنا، نفكر بصلاتنا، نفكر برعوية الكنيسة وكيف إحنا ممكن نوصل المسيح لعالم اليوم ولشعب اليوم بالفكر اللي هو موجود فيه حاليا. السينودوس هو بشكل عام هو تجمع عام أو شامل لأساقفة الكنيسة الكاثوليكية لمناقشة إشكاليات معينة بتمر فيها الكنيسة، ممكن إشكاليات إيمانية، عقائدية، أخلاقية ورعوية. فهو بالدرجة الأولى على مستوى الكنيسة بكل السنوات الماضية اللي عمل فيها السينودوس هي كانت فقط على مستوى أساقفة ورؤساء أساقفة الكنائس الكاثوليكية، كانوا يجتمعوا مع البابا في روما وهم يتناقشوا في أمور الكنيسة تبعتهم. والسينودوس هو كمان ممكن يكون مش على مستوى الكنيسة جمعاء، كمان ممكن يكون على مستوى الكنيسة خاصة. يعني نذكر السينودوس اللي صار بأوروبا الشرقية حتى يناقشوا بدور الكنيسة ما بعد انهيار وسقوط الاتحاد السوفيتي. كان في سينودوس خاص في لبنان، كان في واحد خاص بأفريقيا، وإحنا بنذكر كمان الأراضي المقدسة. بالضبط، الأراضي المقدسة بسنة 2000 اللي طلعت من خلاله ملفات إيمانية بتحاول تنعش إيمان الشعب المسيحي في أبرشية القدس. فهو السينودوس هو مصغر عن المجمع. نذكر في مجامع كثيرة صارت على تاريخ الكنيسة، آخر مجمع إحنا بنتذكره هو المجمع الفاتيكاني الثاني. فالسينودوس هو مصغر عن المجمع، وهو بيعالج مشاكل صغيرة بتكون على مستوى كنيسة معينة صغيرة أو على مستوى العالم كله. نعم صحيح. أبونا، شركة مشاركة رسالة. نعم. هلأ رجعت على المعجم اللغة العربية، طلعت كلمة إنه شركة ومشاركة. هلأ المشاركة خلينا نقول مثلا مؤسسة
فيها رئيس مجلس إدارة وفيها الأعضاء وفيها المدير وفيها العمال اللي بتشاركوا مع بعض. نعم. هلأ الشركة أسمى شوي، يعني الشركة بدهم يكونوا هم الأونر، هم أصحاب الشغل. وكأنه بحس فيها يعني في ثلاث مقاربات، اللي هي الشركة مشاركة رسالة بثلاث المواقف اللي كانت مع الشاب الغني اللي إجى على يسوع بواردي في ثلاثة أناجيل. نعم. متى ولوقا ومرقس، لما كان إيمانه متدين من الخارج ما فات بالعمق، فسمع أصغى الإصغاء، يسوع أصغى إله، سمع حكياته، بعدين تأمل في كلامه، بعدين بأخذ القرار. وكأنه هي الشركة بتخص الأساقفة والمشاركة بتخصنا إحنا والعلمانيين، تيجي على مستوى الرسالة اللي خلينا نقول إنه هينا اجتمعنا وهينا عملنا، وقديش صار في سنودس قبل هيك، وقديش بيجي سنودس بعد هيك، بدنا الرسالة الخلاصة في هذا الموضوع. قداسة البابا حكى بالعلن لما أعلن عن هذا السينودس، تكلم وقال قداسة البابا إنه هذا السينودس لن يكون كباقي السينودسات، ففي تطلعات، في آمال لأشياء جديدة. شو بتشوف اليوم الشعب؟ كيف بتشوف الناس متفائلة بهذا من خلال اجتماعاتكم، تحضيراتكم، من خلال النوع الجديد اللي عم بعطينا إياه قداسة البابا في هذا السينودس؟ إنه هو بده يصغي للشعب أكثر مما إنه هو بده يصغي للأساقفة. عشان هيك إذا بنطلع على آلية العمل لهذا السينودس بشكل خاص، هي مختلفة زي ما حكي قداسة البابا عن باقي التجمعات أو التحضيرات للسينودس اللي صارت بالماضي كلياتها. عادة زي ما حكينا هو يختص فقط برؤساء الكنائس والأساقفة، بيجتمعوا مع البابا بتناقشوا كل هاي الأمور. عادة ببلش مع رأس الهرم، أوكي، البابا عنده رأس الهرم، عندهم كل المعلومات تجيهم، بتناقش معهم، بأخذوا قرارات. المرة هاي البابا أراد أنه ينزل للقاعدة، أراد أنه ينزل ويحكي أنه إحنا كمان لازم أنه نصغي للشعب، وبعد ما نصغي للشعب ونعرف شو هموم الشعب إحنا بنطلع فيها بدرجاتنا، حتى يكون في عنا صورة واقعية عن واقع الكنيسة اللي إحنا عم نعيش فيها. من هذا المنطلق ومن هذا الفكر الموجود عند البابا، أعتقد أنه هو اختار الاسم للسينولوس اللي هو شركة ومشاركة ورسالة. هلأ الكلمة الأولى والثالثة اللي هي الشركة والرسالة مرتبطات مع بعضهم بعض، المشاركة هي الجديدة. الشركة والرسالة هي إشي بتعيش الكنيسة، الكنيسة عم بتعيش الشركة مع بعضها البعض. الشركة بمعنى أنه عم منعيش المحبة من بعضنا البعض، عم منعيش الشركة في جسد يسوع المسيح كامل، احنا منكون على مثال يسوع المسيح، على مثال الثالوث الأقدس بكافة الأسرار، يعني بكل الأسرار، وعلى مثال الثالوث الأقدس بأنه كل شيء مشترك بينهم. فيسوع المسيح كان يحكي كل ما هو للآب فهو لي، وكل ما هو لي فهو للآب. هي الشركة اللي الكنيسة تتبناها وهي جزء من هويتها. بعد ما نعرف شو هي الشركة تبعتنا، بأنه إحنا ممتلئين من المحبة، وأنه إحنا المحبة بناتنا والروح القدس هو اللي بحركنا، بالإجبار رح يكون في عنا خروج من الذات، بالضبط زي ربنا. ربنا كان في عنده الشركة بحد ذاته بين الآب والابن والروح القدس، عاشوها بناتهم، ومن فيض هاي الشركة توجهوا إلى الإنسان، وهي هي رسالة الله للإنسان اللي أعطاه المحبة وأراد أنه يشركوا بهاي المحبة. فالكنيسة عم بتعيش هاي الشركة بين بعضها البعض، بوجود أسرار الكنيسة المقدسة، بوجود يسوع المسيح بناتنا، وبعدين بعد ما نمتلئ من كل هذا الشيء احنا بتوجه في عنا رسالة اللي تكون باتجاه الآخر. وبنص هذا الموضوع كلياته ما بين الشركة والرسالة هنالك المشاركة. المشاركة يعني أن نشرك شعب الله في هاي الكنيسة. الكنيسة هي أصلا جماعة المؤمنين، جماعة المصلين، فلا بد أن يكون في دور لجماعة المؤمنين من خلال هاي المشاركة ما بين بعضنا البعض، بأنه الشعب يشارك الكنيسة همومه، والكنيسة كمان تشارك الشعب تطلعاتها وأحلامها وإيش الكنيسة اللي هي بدها تسير لإلها. إحنا بنعرف أنه حاليا إحنا منعيش بكنيسة نوعا ما مش زي أول. كنيسة منطلع على كنائسنا معظمها فارغة، منطلع على الشعب قديش في عندنا لحد هلا ثقة بالكنيسة، الثقة عم بتقل، وكمان مع جائحة كورونا الأمور عم بتصير أصعب وأصعب، وصار زي كأنه الناس عم تستنى بذريعة، تستنى بسبب حتى إنهم يبعدوا عن الكنيسة، حتى يشعروا شوية بارتياح بالضمير، ما يأنبهم ضميرهم إنهم بعدوا عن الكنيسة. فصار في عندنا إحنا هو ما بين الكنيسة نفسها ما بين الشعب نفسه. فعشان هيك الكنيسة أرادت أن تشارك الشعب
بقراراتها تطلعاتها والحلم. عشان هيك البابا بيحكي لنا نصغي للشعب، وهي هي هدف المسيرة كلياتها، هي أن نصغي بكل شفافية. وفي فرق بابا قدس بابا بيميز، في فرق ما بين الاستماع والإصغاء إلى الشعب. استماع بتجيني يا أبونا بتحكي لي مشاكلك، أوكي بسمعها من الموبايل، بشتغل في الموبايل وأنت بتحكي من دون ما أعطيها أي اهتمام، أوكي أو بسمعها من هنا بطيرها من هنا، أو إذا كان بهذا الاستماع في انتقاد أنا بتجنب هذا الانتقاد، لأنه إحنا ككنيسة نوعا ما نرفض الانتقاد، مرات بنهرب من الانتقاد، بنحب دائما نبين بأبهى صورة وبأجمل صورة، لأن إنه إحنا كنيسة فعالة نشطة فيش فيها عيوب. لا في عنا عيوب، لأنه عيوبنا البشرية كمؤسسة، أيوة. كمؤسسة نعم. بشرية نعم فيها عيوب، كمؤسسة إلهية هي دائما بتسندنا وبتقدسنا. فعشان هيك البابا بيحكي لنا أصغي، أصغي يعني أعطي كل اهتمامك للشعب، إنك تسمع منه، تأخذ كل إشي عم بعطيه بعين الاعتبار. عشان هيك قدس البابا كمان برسالته اللي وجهها بخصوص السينولوس بيحذرنا من ثلاث أخطار وإحنا عم نحضر لهذا السينولوس. الخطر الأول هو الشكليات. شو يعني الشكليات؟ بأنه السينودوس هو مش حركة هدفها إنها تعطي صورة حلوة عن الكنيسة، ولا إنها تجمل الكنيسة، ولا إني أشوف كنيسة مبهرة من برا وأمورنا كلياتها تمام. فالبابا بيحكي لنا ابعد عن الشكليات، خلينا فعليا بالواقع، فوت بالجوهر يعني بالضبط. اسمح بأنه أنت تنتقد، اسمح بأنه الناس تحكي لك وين غلطك، اسمح بأنه الناس تحط إيدها على الجرح وتحكي أنه هنا لازم يكون في عنا تغيير، هنا لازم يكون في عنا تحسين في مسيرة الكنيسة. فالبابا كليا ضد الشكليات، بده يكون إشي واقعي، إشي يرضى ويقبل بأن تنتقد فيه الكنيسة. الشغلة الثانية هي العقلانية المجردة، يعني بابا بيحكي لنا ما منا تجرد، منا إشي واقعي، ما منا نحكي بالمثاليات، ولا منا نحكي بالهوى، ولا منا نحكي بكنيسة السماء اللي لساتها مش محققة على الأرض، اللي كلياتها بيرفكت ومثالية ما فيش فيها ولا عيب. لا، إحنا كنيسة مش مجردة عن الواقع، إحنا كنيسة عايشة في الواقع، عايشة في الألفية الثالثة بسنة 2022، فعيش بهذا الواقع، ما تتجرد منه، وشوف كيف الكنيسة لازم تتكيف، شوف كيف الكنيسة لازم تتغير من ناحية رعوية مع الناس حتى فعليا تقدر تلبي احتياجاتهم. وآخر إشي التخوف الثالث هو الجمود. الجمود يقصد فيه قداسة البابا هي الكلمة اللي دائما بنحكيها، كنا متعودين هيك نعمل، أو هيك إحنا كنا نعمل، يعني بما معنى إحنا عم نحل قضايا جديدة بأساليب قديمة، وهذا شيء مرفوض. مرفوض يعني هي راديكالية نوعا ما 100%، وهذا حكى عنه يسوع المسيح. إذا في عنا ثوب جديد ما منرقعه برقعة قديمة، أو بالعكس إذا كان عنا ثوب قديم ما منرقعه برقعة جديدة. فبالتالي الثوب جديد بحاجة لرقعة جديدة وثوب جديد، وهذا الشيء اللي بده يقله بابا. عنا مشاكل جديدة عم تطرح على الساحة مش زي قبل 20 سنة ولا 30 سنة، فكلياته إحنا عم نعيش دائما بتجدد دائم، ففي عنا مشاكل هاي جديدة ما بنفع نحلها بعقلية قديمة أو بأساليب قديمة. فبابا بيحكي لنا اطلع من الجمود، وما تحكي لي هيك كنا نحلها، احكي لي كيف صرنا بدنا نحلها، شو الأسلوب الجديد اللي بدك تحل فيه هذا الموضوع كلياته. جميل أبونا، يعني خصوصا ما تفوهت به قبل قليل بخصوص شركتنا ومشاركتنا مع بعضنا البعض، يعني عن جد كلام لاهوتي بالعمق، يعني بجسد الواقع في 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 عمق في في لاهوته الحقيقة أبونا. يعني هلا أنا مش فاهم كيف آلية العمل اللي راح تصير، يعني هلا الأساقفة خلينا نقول البطرك وجه للأساقفة بكل كنيسة محلية إنه بدي تنتدب إنه كاهن هو يكون مسؤول عن هذا الملف. بعدين في كنائس عائلات كاثوليكية مختلفة بعمان 6-7 عائلات، كل كنيسة عينت هلا بتجتمعوا مع بعض، كيف آلية العمل راح تتم؟ يعني كيف بده يوصل صوت الناس اللي هنا للبابا؟ أوكي. إذن قداسة البابا هو وجه الرسالة كاملة لكل رؤساء الكنائس، والبطرك بير باتيسا بيتسابالا ب30/10 مع عيد سيدة فلسطين من دير رفات، ومن الأردن مع نائب بطريركي الأب جمال خضر بلشنا قداس افتتاح السينولوس. وفيه على مستوى الأردن تم تعيين الأب مودي اللي كان بالحلقة السابقة موجود، وهو تكلم أيضا عن السينولوس، تم تعيينه كمنسق على مستوى الأردن. ومن الضفة
تم تعيين أبونا اليسوعي ديفيد نايهاوس حتى هو يكون المنسق العام. وهو مع كل الكنائس الثانية مفروض هم اللي يرتبوا التقارير كاملة تانية، يجمعوا هاي التقارير وبعديها كلها ترفع لأبونا ديفيد نايهاوس. أبونا ديفيد هو بنسق كل التقرير وبعض التقرير النهائي، وبعد ما يعطي التقرير النهائي هذا التقرير يرفع لمجلس أساقفة الكاثوليك في الأرض المقدسة، وبعدين مجلس أساقفة الكاثوليك في الأرض المقدسة بيرفعه لمجلس بطاركة الشرق. إحنا مختلفين عن باقي العالم، كل العالم بيرفعه لمجلس الأساقفة مباشرة بالضبط، ومجلس الأساقفة بعدين بيرجعوا بيرفعوا لقداسة البابا. نعم. إحنا في عنا مجلس أساقفة نعم للأردن وللشرق الأوسط، ولكن إحنا أردنا نشتغل على مستوى بطاركة الشرق الأوسط، لأنه ككنيسة إحنا عم نشتغل ككنيسة كاثوليكية بكل طوائفها بكل أطيافها مع بعضها البعض. يعني إحنا بنحكي عن المواني الكاثوليك، السرياني الكاثوليك، الأرمن، الكلدان، الأقباط، الروم الكاثوليك واللاتين، كلياتنا إحنا عم نشتغل مع بعضنا البعض. فبالتالي هذا التقرير يرفع لمجلس بطاركة الشرق، وبعديها هذا التقرير يرفع لقداسة البابا حتى يرفع تطلعات وأراء وآمال ومشاكل وأحلام أبرشية القدس بكل أطيافها الكاثوليكية مع بعضها البعض. نعم، يعني وصلنا هلا الآن إن نقول إنه صار في كذا اجتماع، صار في داتا، صار في عنا شوية معلومات اللي تجمع، يعني في تقارير ممتلئة. نعم، هلا إحنا على مستوى كنيسة لاتينية، نعم. أبونا مودي هو المسؤول عن الأردن، نعم. ولكن على مستوى كنيسة لاتينية إحنا أردنا كمان إنه نشكل كمان لجنة صغيرة حتى هي كمان تنسق للعمل بكل فعاليات الكنيسة اللاتينية. فإحنا في عنا لجنة مكونة حاليا من 10 أشخاص، أنا موجود فيها، في كمان شضايق موجودين فيها، في كمان 3 كهنة، شبيبة الجامعة المسيحية موجودة فيها، في علمانية يعني، في علمانية طبعا، وأيضا الكشافة موجودين فيها. جميل. عملنا عدة اجتماعات، ومن خلال عدة اجتماعات هاي احنا عملنا تقارير وعملنا زي كأنه ورشة عمل ممكن تشتغل وتنعمل على مستوى الأردن كلياتها، وحطينا مجموعة أسئلة. طبعا النصوص اللي اختارتها الكنيسة عندنا هنا في الأردن مع كنيسة القدس هي لوقا 24 اللي بيحكي عن عماوس، مسيرة عماوس. فبالتالي أخذنا هاي المسيرة وحطينا عليها عدة أسئلة، وهاي الأسئلة مع بداية الشهر 1 تم توجيهها وتوزيعها لكل الكهنة في الأردن، كهنة اللاتين في الأردن، وأيضا الفعاليات الصغيرة زي كشافة شبيبة أخذوا هاي الأسئلة وتبنوها ورجعوا عملوا إعادة تشكيلها بحيث تتناسب مع لغة الشباب، مع روحانية الحركة اللي عم بيمشوا فيها، ويشوفوا كيف الشباب ممكن يجاوبوا عليها. كمان في عنا شضايقة اللي ممكن كمان يشتغلوا مع الشضايقة نفسهم اللي هم خدام الإفخارستية مع الشمامسة الإنجليين الموجودين حاليا، هذول كمان بيشتغلوا لحالهم حتى كمان هم يفكروا ويتأملوا بهاي الأسئلة ويعطونا أجوبة عليها. وأيضا على مستوى العائلات المقدسة، عائلات مريم أو العائلات المقدسة الموجودة في الأردن، وفي عنا كمان 3 كهنة موجودين حتى دائما يحاولوا يذكروا الكهنة، يفعلوهم، ينشطوهم، يحاولوا يحمسوهم بأنهم يعملوا هذا اللقاء السينودوسي في رعاياهم، يجمعوا رعيتهم، يتأملوا بالكلمة مع بعضهم البعض، وعلى ضوء هاي الكلمة يحاولوا يتناقشوا بالأسئلة اللي طرحت. لحد هلا نعم في تجاوبات عم بتصير، نشكر الله، في بعض الرعاية اللي صارت أوردي عاملة هاي التقارير والاجتماعات وودون لنا إياها، والشبيبة والكشاف كمان ودوا هاي الأسئلة على بناء أنه كل شبيبة برعيتها، كل مجموعة كشفية برعيتها يعملوا هذا الاجتماع ويطلعوا معنا كمان بمخرجات. فنشكر الله في نعم التعاون، ولكن كمان بدي أستغل هاي المنصة حتى أرجع من جديد أحمس الكهنة، أحمس المكرسين، وأحمس كمان المؤمنين، يعني اللي لساتهم شايفين بجزء برعيتهم مش مخدين خطوة فعالة أو جدية بهذا الموضوع بالسينودوس، إنهم هم نفسهم يحمسوا الخور ويحكوا له يلا يا أبونا إحنا منا كمان يكون جزء من هاي المسيرة، مناش يكون متفرجين على هاي المسيرة. وحاليا صراحة إحنا كمان عم نشتغل على جوجل فورم
يكون أونلاين، ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى كمان يوصل للأشخاص البعيدين عن الكنيسة. إحنا مش فقط بهمنا الأشخاص القريبين من الكنيسة اللي بيجوا كل أحد على الكنيسة أو موجودين بفعاليات الكنيسة، بهمنا كمان نسمع الأشخاص اللي بعيدين عن الكنيسة. واحد من الأسئلة المطروحة لهم إنه ليه أنت بعيد عن الكنيسة؟ شو رؤيتك للكنيسة؟ شو بالنسبة لك هي هاي الكنيسة حتى أنت تكون أنت بعيد عنها لهاي الدرجة؟ فحابين نسمعه ويحكوا بكل أريحية عن مشاكل الكنيسة، شو طلعاتهم الكنيسة، شو رأيهم بهاي الكنيسة. فضروري جدا يكون في عنا إشي يوصل لما أبعد من الأشخاص اللي بيجوا دائما وبشكل دوري على الكنيسة. وكمان مطرانية اللاتين مع النائب البطريركي أبونا جمال وكمان مع الأمين العام أبونا عماد علامات عم بيسعوا بأنهم يعملوا اجتماعات تخص كمان رجال الدولة السياسيين والنواب المسيحيين، حتى كمان هم يكونوا جزء من هاي المسيرة السنودسية ويعرفوا هم كمان شو رأيهم بهاي الكنيسة وشو تطلعاتهم من هاي الكنيسة كرجال دولة منخرطين في كل إشي يخص السياسة والدولة والقانون. فكمان حلو نسمع منهم ونعرف كمان هم شو دورهم وهم شو بيستنوا من الكنيسة لإلهم. وكمان على مستوى المدارس بدي أطلب لو سمحتوا نحط الصورة. عملنا لعبة صراحة إحنا أخذناها من كاهن عراقي هو ترجمها للغة العربية، وهي لعبة بتكون زي مثال السلم والحية. أوكي، ممكن تلعب في المدارس، بسيطة جدا، هي عبارة عن كرتونة عليها رسومات عليها أسئلة وبتلعب بحجر النرد. بلعبوها وكل مرة في عنا أسئلة، مثلا زي واحد من الأسئلة: هل تحتفل بمناسبات مهمة في حياتك في الكنيسة؟ الطالب بيجاوب عليها. مثلا شو عندك ترتيلة أنت بتعرفها؟ شو أنت بتستنى من الكنيسة؟ ففيها المتعة اللي بيطلع فيها وبنزل في، نعرفها زي سلم الحية. نعم، نفس تيجي على رأس السلم من تحت تطلع لفوق، على رأس الحية بتنزل لتحت، في منافسة بين بعضهم بعض أنه يوصل ويفوز. ولكن بنفس الوقت كل مرة بيجي على مربع معين هو بده يجاوب على سؤال معين. طبعا هاي اللعبة حاليا هي قيد التنفيذ، أخذنا الموافقة من غبطة البطريرك على طباعتها وعلى نشرها، وإن شاء الله رح تكون منتشرة بكل مدارس الأمانة العامة للكاثوليك حتى فعليا تدرس وتكون جزء من حصة الدين لطلابنا المسيحيين ويكون هم أيضا مشاركين بهاي المسيرة السنودسية. جميل جدا أبونا، ويعني الحديث شيق بالحقيقة، يعني ما شاء الله. في سؤالين كنت أسألهم حضرتك فوتتنا عليهم، يعني جاوبت عليهم. بالنسبة أنا بحكي دائما بالنسبة للناس المسيحيين المعمدين المخلصين اللي غايبين عن الكنيسة، خلينا نقول عن ممارسة تقويات وأسرار الكنيسة بشكل منتظم. هلا كنت أطلع أنا دائما بكل كنائسنا بلا استثناء أحد الشعانين بتكون الكنيسة فل، بقول طب إذا أولاد رعيتي هذولا فيهم هالقد هيك، طب وينهم باقي السنين؟ فدائما الأجوبة كانت الإنشغالات. فقلنا لهم الكنائس كلياتها الأرثوذكس والكاثوليك واللاتين بتعمل يوم الجمعة قداس، بتعمل يوم السبت قداس، يوم الأحد قداس، يعني ما في حجة وفي عذر لواحد يقول له أنه الشغل أو وقتي، إحنا مترتبين معكم. رح نكمل الشق الثاني، شق السياسيين، بس ما بدنا نعلم أبونا فرح الصبر، بحب يظل منتظر، خليه. صباحك نور أبونا فرح الحبيب. صباح الأنوار، تحية لأبونا جورج، أبونا مروان الغالي. الله يخليك يا ربي. هلا يا أبونا، قد ما بتقدر تعلي صوتك لأن صوتك دائما عالي. إن شاء الله للخير. آمين يا أبونا، آمين يا حبيبي. شو حاب تحكي لنا اليوم توجهنا؟ يعني هو في الواقع ما أجمل أن الكنيسة تتجدد دائما وفي نشاطات السينودس والسير معا، ولكن بتوقع أنه في انطلاقنا للمستقبل في نظرتنا للمستقبل مش لازم هذا ينسينا الينابيع اللي انطلقنا منها، ألا وهي يسوع المسيح نفسه والإنجيل المقدس. أكيد. فجميل جدا أنه نذكر بالجوهر وبالأساس لكل إيمان المسيحي اللي هو يعود إلى الماضي، وليس المستقبل نقدر نبني على فراغ، ولكن يجب أن نبني على تعاليم المسيح، الجيل المسيح، وشخص السيد المسيح. فبدنا نشوف هون نوعا ما، حاول بدي أعطي هذا الجوهر باختصار اللي بنطلق منه من عظة الجبل اللي أعطاها السيد المسيح
واللي هي العلامة المميزة للإيمان المسيحي. فبقول ما يلي: من خلال عظة يسوع على الجبل أراد أن ينقل الإنسان نقلة نوعية من عقلية دنيوية بشرية محدودة إلى عقلية إنجيلية مسيحية إلهية. لا يستطيع الإنسان أن يقبل أو يعمل بهذه العقلية بدون نعمة السيد المسيح ومثل السيد المسيح. وهذه باختصار بعض المبادئ أو الميادين حتى نسأل أنفسنا أين نحن منها. العالم يقول: طوبى للأغنياء والأقوياء الذين يملكون الغنى والقوة. أما السيد المسيح فيقول لنا إن الغنى الحقيقي هو في الله الدائم وليس في المال الزائل، وأن القوة الحقيقية هي قوة الفضيلة والحق والعدل. ما الفائدة من غنى إذا كانت النفس فقيرة؟ وما ضر الفقر إذا كانت النفس غنية؟ يقول العالم: العين بالعين والسن بالسن. والسيد المسيح يدعونا إلى محبة الأعداء والصلاة من أجل المبغضين: أحبوا أعداءكم وباركوا لعنيكم. يقول الكتاب المقدس: لا تنغلب للشر بل اغلب الشر بالخير. وفي كلمات جميلة جدا لغاندي إذ كان يقول: إذا قابلنا الشر بالشر فمتى ينتهي الشر؟ وإلى قول ثاني جيد عندما يقول: إذا طبقنا مبدأ العين بالعين والسن بالسن لأصبح العالم أعمى. يقول العالم أن نحب من يحبنا وأن نحسن إلى من يحسن إلينا. أما السيد المسيح فيدعونا إلى أن نقتدي بأبينا السماوي في محبة جميع الناس بما فيهم الأعداء، لأن الله الآب يطلع شمسه وينزل مطره على الأبرار والخطأ. يقول العالم: السيد هو المخدوم. أما يسوع فيقول لنا: من أراد أن يكون كبيرا فيكم فليكن لكم خادما. كبير القوم خادمهم، وقد أعطى من نفسه قدوة لذلك. يدعو العالم إلى كره الخاطئ ومقاطعته، أما يسوع فيدعو إلى كره الخطيئة ومحبة الخاطئ. يدعو العالم إلى الانتقام من الخاطئ، أما يسوع فيدعو إلى رحمة الخاطئ ليساعده على التوبة والخلاص. كونوا رحماء كما أنا أباكم رحيم. يدعونا السيد المسيح أن ننزع من صدورنا قلب الحجر، قلب القسوة والانتقام، لكي نضع مكانه قلبا من لحم من رحمة وشفقة. يدعو العالم على مثال الغني الجاهل إلى تجديس الأموال والخيرات في هذه الدنيا حيث السوس والعف والسارقون. أما يسوع فيدعونا إلى أن نعمل لنا كنزا في السماء بأعمال الخير والرحمة حيث لا يطاله لا سوس ولا العف ولا السارقون. وبكلمة يدعونا السيد المسيح أن نعامل الناس كما نريد منهم أن يعاملونا. في رسالة المسيح وإنجيل المسيح وديانة المسيح هناك تركيز خاص على فضيلة المحبة، محبة الله ومحبة القريب. المحبة التي علمنا إياها السيد المسيح بالقول والمثل، المحبة حتى الغفران، هي علامة المسيح المميزة. لهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إذا أحببتم بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. وقد جعل منها أيضا القديس يوحنا علامة مميزة لصدق محبتنا لله، إذ لا محبة صادقة لله دون محبة صادقة للقريب. إن قال أحد أن يحب الله وهو يكذب أخاه فهو كاذب. لماذا؟ لأن الإنسان الذي يعجز عن إقامة علاقة محبة مع أخيه المنظور يعجز عن إقامتها مع الله اللا منظور. من لا يحب أخاه وهو يرى لا يستطيع أن يحب الله وهو لا يرى. أجل كل شيء باطل إذا خلى من المحبة. الصلاة والصوم والتعبد حتى الأسرار نفسها، إن التدين بلا محبة هو تدين باطل، هو واجهة رائعة الخلفية فارغة. من يتقدم إلى المناولة مثلا ولا يعود إلى مقعده أحسن مما كان عليه من حيث المحبة، إن أسأله لماذا أكل جسد الرب. التدين قد يقتل الدين، فلنحذر ألا يقول السيد المسيح في تديننا ما قاله في تدين الكتبة والفريسيين: الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، فإليكم فإنكم تعشرون النعنى والكمون وتهملون أثقل ما في الناموس العدل والرحمة. كان ينبغي لكم أن تصنعوا هذا ولا تهملوا تلك. ولتكن وصية المسيح للتلاميذ وصيتنا نحن اليوم: أحب بعضكم بعضا كما أحببتكم. فحبيت من النهاية أذكر نوعا ما الجوهر الذي يجب أن يكون هو الهدف في مسيرتنا السينودسية حتى فعلا نعيش هذه المبادئ التي وردت في الإنجيل. وإحنا مش رايحين نجيب مبادئ جديدة، ولكن هي العودة إلى الينابيع، العودة إلى الشخص السيد المسيح. وإن شاء الله نعمة المسيح تسير مع كل شخص طيب النية والحزن لكي يشارك الكنيسة في هاي العملية
في هذه المسيرة نحو خير لمجد الله وخير النفوس. آمين يا أبونا، بصلواتكم وبهمتكم نرجع للجوهر، هذا ما يجمعنا إن شاء الله. تسلم يا أبونا، وشكرا لوقتك الثمين ومواظبتك على هذا البرنامج. هلا حبيب، هلا. صلي لنا يا أبونا، صباحك نور. الله يوفقكم. الله يخليك. يعني شو بتعقب أبونا؟ أنا بعقب بأنه أنا بشد على إيد أبونا فرح بأنه إحنا كسينودوس ما رح نجيب عقائد جديدة، ولا رح نجيب أخلاقيات جديدة، ولا رح نجيب مبادئ جديدة بالكتاب المقدس، وإنما هي نفسها. وزي ما حكى أبونا فرح بأنه لابد دائما أنه نذكر أن نعود إلى الينابيع. ولكن كمان بدي أذكر بأنه الكنيسة دائما في عودتها للينابيع ما بتعود بنفس الطريقة. دائما ما بعد مجمع الفاتيكان الثاني دخل في عنا مصطلح جديد في ثقافة وفي آلية عمل الكنيسة، هو المثاقفة. المثاقفة يعني الكنيسة تعلم ثقافة الشعب اللي بدها تروح تبشره، تعرفه بيسوع المسيح، ما بتنزل عليه الديانة المسيحية تنزيل وبدك تقبله زي ما هو وغصبت عنك بالرغم من كل الظروف أو الثقافة بالضبط، أو الثقافة اللي عندك اللي ممكن هي عم بتخالف الديانة المسيحية. فصارت الكنيسة تدخل تعرف شو هي ثقافة الشعوب، وانطلاقا من هاي الثقافة تبعتها تبشرها بيسوع المسيح، وهي ترجع وتعمد هاي الثقافة وتعطيها طابع مسيحي. فنعم، أنا مع أبونا فرح بأنه دائما لابد أن نعود إلى الينابيع في الكتاب المقدس، وهو المصدر تبعنا، هو مصدر ديانتنا المسيحية، الينبوع هو القمة والينبوع الليتورجية الكنسية والكتاب المقدس نفسه. ولكن لابد من خلال السنولوس أن نجد طرق جديدة لكي نعطي هاي الينابيع من جديد إلى شعب الله، حتى نقدر نخاطب جيل اليوم، نقدر نخاطب شعب اليوم اللي عايشين بسنة 2022 اللي صاروا منفتحين، صار في كثير أشياء تبعدهم عن الكنيسة، صار في كثير أشياء عم بتفتح مخهم وعقلياتهم، والأسئلة صار الأسئلة اللي ممنوع نسألها كانت في الماضي مباحة هلأ، ولازم نسألها ولازم الكنيسة تجاوبنا عليها، وإذا ما جاوبتناش معناته في اختلاف ما بين العقل والدين. فشباب اليوم خاصةً بطل يقتنع بالإيجابة البسيطة اللي كنا نحن نعطيها بالزمانات، وكان الشعب بالأول يقبلها بكل سهولة. هلأ لا، صار الشعب أكثر انفتاح، أكثر تعلم بدرجات عالية من العلم، وصار بده أجوبة علمية قبل ما تكون أجوبة روحية عم بتخاطب قلبه. فصار لازم أنه نعطي كل إيمان المسيحي وطريقة عيش إيمان المسيحي بطرق جديدة. نعم، نفس الينابيع، نفس الجوهر، ولكن طرق جديدة نخاطب فيها شعب. طب بالحقيقة أبونا عاش تعبير عن إيماننا المسيحي يعني منذ زمن طويل، هذه الجدلية ما بين التدين والإيمان، يعني الكهنوت اليهودي والمنظر والدقة في الحسابات وبناء الهيكل وكل في الحقيقة أخذت الكنيسة أرث كبير من ما كان موجود يعني ولكن زي ما تفضلت أعطت هذا الإيمان الجوهر الجديد. كلام جميل أبونا. بحب أرجع للنقطة اللي كنا نحكي فيها موضوع السياسيين وإطلاعهم على ما يجري على مسيرتنا نحو السينودوس. في نقطة حساسة أبونا مهمة جدا. هلا بالنهاية نحن نعيش في المملكة الأردنية الهاشمية ضمن الدستور الأردني، ومجموعة قوانين الكنائس الشرقية تطبق فيما يخص الزواج فقط أعتقد، وفي أن هناك بنفوت موضوع الإرث والميراث والقضايا اللي هي بتخص المحاكم نوعا ما الشرعية يعني، واللي تطبق علينا يعني مجموعة الأحوال الشخصية، قانون الأحوال الشخصية الأردنية بالضبط. فبالتالي النواب دائما وخصوصا النواب المسيحيين هم مشرعين بالآخر، وكل القوانين اللي بتخص الكنيسة في النهاية هم يكون في لهم علاقة حقيقية في مجلس النواب، على لو بدهم يعدلوا أو يصوتوا بأي ما يعني بتعرف قديش اجتمعوا. احنا مش مختصين اليوم أنا وحضرتك بالقانون نحكي، بس إنه مجتمعوا كثير القانونيين من كل الكنائس خصوصا الكاثوليكية والأرثوذكسية أيضا على إنه يكون في قانون الميراث جديد ينصف المرأة نوعا ما، ويكون في أشياء، وفي النهاية بتتروح على مجلس النواب. فاليوم يعرفوا السياسيين المسيحيين والنواب والمؤثرين شو اللي عم بيجري في روما، وتطلعات قداسة البابا زي ما حكينا قبل الهواء وعم بحكي مع حضرتك إنه البابا عنده نية حقيقية للتغيير أولا، ونية حقيقية للمركزية روما في عبر التاريخ. اليوم هي محطوطة على طاولة السينودوس.
لانه عم بيشوف قرارات البابا في الاونه الاخيره انه عم بيكون في بده يعطي شويه لامركزيه للكنائس المستقله ويعطي شويه صلاحيات للاساقفه المحليين. فضوء هذا كله خطوه مباركه انه تتواصل الكنيسه اليوم مع الشخصيات السياسيه وتتواصل مع الاشخاص المؤثرين. هل سوف يكون هناك برنامج عمل يعني للقاءات هاي؟ صار في تواصل معهم؟ صار في تواصل معهم، وكان من المفترض انه يكون بشهر 12 عندنا اول اجتماع، ولكن للاسف صار بعض الظروف وتاجل هذا اللقاء، ولكن بالقريب العاجل ان شاء الله رح يكون في عندنا اجتماع في دار المطرانية مع كل هاي الشخصيات، حتى بالفعل يكون نقاش حول تطورات الكنيسة، حاجات الكنيسة، شو تأثيرهم هم كأشخاص سياسيين وكنواب ووزراء وأعيان مسيحيين بأنهم يساعدوا الكنيسة في أنها تعيش بشكل أفضل وتسهل أمورها وقوانينها اللي بحاجة إلها في المملكة الأردنية الهاشمية. فإن شاء الله بالقريب العاجل راح يكون هذا اللقاء معهم جميعا، وكمان هم نشوف شو نظرتهم للكنيسة. يعني كمان ما مننا ننسى أنه أغلب نوابنا وسياسيين ملتزمين بالحياة السياسية أكثر من الحياة الدينية، فكمان هم بحاجة نسمع صوتهم أنه ليه عندهم هذا التوجه أكثر من التوجه الديني، فضروري جدا. نعم أبونا، يعني في الحقيقة هذا موضوع يعني ما مناش نحكي عنه موضوع شائك، بس هو بالحقيقة يعني التعميم ظاهرة سيئة يعني، بس إنه إجمالا إنه في هيك وهيك، وبالنهاية هم قاعدتهم الشعبية دائما أنا بحكي خصوصا النواب، يعني في النهاية أنت بالأصوات اللي جبتهم لو ما أنت مسيحي وتنافست على الكل ما بوصلوك لمجلس النواب. صحيح. فبالنهاية قاعدتك الشعبية هم هون. هلا في نواب طبعا أخذوا أصوات أكثر من النواب الإسلام وجمعوا أصوات من قاعدتهم الشعبية اللي قدموها لنا بغض النظر مسيحي أو مسلم. من هنا العودة إلى مؤسساتنا الكنسية الكاثوليكية بالأردن والكنسية عموما، يعني في عنا مستشفيات، مراكز صحية، مدارس، مؤسسات إعلامية، فهاي كلياتها اليوم في نية إنها تتوجه لها الموضوع زي ما تفضلت حضرتك، إنه إحنا كإعلام اليوم بنحس حالنا مقصرين شوي بموضوع السينودس، يعني عم نأخذ المعلومات صح من النبع من المسؤولين المباشرين، ولكن أنتوا يكون في توجه بالمستقبل الأيام اللي جاي، يعني معنا سنة معنا وقت، إنه كل شيء بتعملوا طلعوا للإعلام، يعني خليه ينزل بالمواقع الإلكترونية، خليه ينزل على، يعني اليوم فرصة انطلاقة جميلة مثل ما بلشنا الانطلاقة بقداس إلهي هنا من نور سات، من هنا الانطلاق زي ما تفضلت حضرتك من هاي المنصة، من هذه الفضائية العريقة اللي هي اليوم توصل لكل العالم. احنا بنحكي يعني احنا بنبث الصبح بس الكرة الأرضية الاتجاه الآخر بيشوفوها بالليل، يعني في فرصة العالم كله عم بيشوفه. وهلا مو شاطر كثير أنا بمتابعة التعليقات، يعني عادة دكتورة الله يسلمها هي بتتابع التعليقات ففي تفاعل، يعني أنت بتحكي عن بدنا نقرب لل 150 ألف متابع على صفحتنا النورسات، غير الفضائية أنت بتحكي بملايين المشاهدات اللي ما تحصى يعني. صحيح. فاليوم صوت حضرتك وصوت السينودس خلينا نقول الشرق أوسطي والأردني خصوصا والأراضي المقدسة، يعني بدنا نصير نشوف كمان انه يكون مع لجانكم كمان اشخاص اعلاميين يوصلوا هاي نشوفوا الناس شو عم بيصير والاهتماماتهم. معنا اتصال للسير سناء سماوي. صباحك نور مسير. صباح الخير ابونا. الله يخليكي. صباح الخير ابونا مروان. صباح النور، هلا فيكي. شكرا على الاستضافه. الله يخليكي يا رب. يعني انا مبسوطه اني سمعت لابونا مروان المسيره عم بيعملوها الكنيسه اللاتين، وبلكن هلا ببلش ادخل ابونا مروان بالاشياء يمكن اللي انتم عم تسالوني فيها بما يخص التعليم المسيحي. نعم، بما ان حضرتك متابعه لهذا الموضوع. نعم. ولقاء مع المسير هي بلقاء مع المربين والمعلمين التعليم المسيحي. أوكي. هي بيعملوا لهم دورات تدريبيه بالمركز بكنيسه جبل الحسين الفرنسيسكان. تفضلي المسير. شكرا لك ابونا. بالنسبة للسينودوس أكيد هي السير معا، فبالنسبة لي بحس أنه بمجال التعليم المسيحي بكنائس الأردن كتير عم بيعملوا مجهود، كل كنيسة بكنيستها بتعمل مجهود عن جد للتعليم المسيحي كتير حلو وكتير غني فيما يخص الأطفال، الشبيبة، العائلات إلى آخره، تنشئة المربين والمربيات المسؤولين، ففي غنى كتير حلو. بس بحس بالسينودوس للسير معا محتاجين نقعد قاعدة مع بعض كل اللي بيقوموا بهالمجهود هذا داخل الكنيسة الواحدة وخارج الكنيسة، نشوف كل كنيسة تعترف بكل فئة من فئات اللي بتعطي من كل قلبها للتعليم المسيحي،
بكل الفئات، بكل التنشئات اللي بيقوموا فيها، نتعرف على بعض، ممكن ينعمل مثلا استبيان، ينعمل لقاءات داخل مثلا نفرض الشبيبات اللي بيعطوا تعليم مسيحي يقوموا بهالشيء مثلا بالرعاية اللي بيقوموا بتعليم مسيحي، وهكذا كل محل بمحله وكل منطقة بمنطقتها. ناخذ استبيان من كل الاطراف اللي بتقوم بهذا التعليم المسيحي، زي نوايا، نعمل نوايا ابونا مروان ابونا جورج، نعمل نواه صغيره هي تقوم بالتحضير لهذا السينودوس، حتى نصغي لبعض وننفتح على بعض على كل الاشياء اللي بنقوم فيها. والنقطه الثانيه اللي هي نعمل تشابك، يعني نعمل استير معنا، يعني نشتغل مع بعض بعد ما نكون اعترفنا بالفئات الموجودة، نعمل فحص ضمير، يا هل ترى في أنا مثلا في مكان معين أشخاص بيشتغلوا كتير كويس، بس يا هل ترى في تسلط من قبلهم، في أشخاص مثلا بيشتغلوا بشكل خجول مثلا، شو فينا نطلع منهم مواهب أكثر من هيك. فهذا السير معاً هو محتاجين لناخد بعين الاعتبار أنه ناخد زي استبيان، نتعرف على بعض أكثر، نقبل بعض ونشوف الأشياء اللي هي ناقصة. مثلاً أبونا حكى عنها، أبونا مروان ذكرها قبل هيك، نشوف هالأطفال، الأطفال اللي ما بيجوا على التعليم المسيحي، شوف شو في مجال نعمل لهدول الأطفال. وبين قوسين، لأنكم ذكرتوا أنكم رح تعملوا لقاء مع السياسيين، ياريت الطالب كمان بأنه يكون بالمدارس الحكومية في تعليم مسيحي، هذا كتير مهم، لأنه في كتير عائلات فقراء يعني ما بيقدر يودوا أولادهم للمدارس الخاصة. صحيح. شو فينا نعمل نكسب هدول الأولاد، يعني إذا فينا هذا الشيء كمان تذكروه من ضمن الأشياء اللي أنتوا رح تذكروها للسياسيين، ياريت اللي هم المسيحيين اللي بالبرلمان يعيشوا معنا هاي النقطة، يطالبوا بهذا الشيء زي باقي الدول المجاورة اللي بيعطوا تعليم مسيحي لأولاد المسيحيين. نعم. بدي أقول كمان الشبيبة. بدي أقول للشبيبة كمان، هي صح أبونا ذكرها أبونا مروان بعيدة كمان، فينا نعمل نواة إن نشوفه نستهذبهم، وهذا ما قال أبونا كمان رح يعملوا هذا الشيء الحمد لله. بالنسبة للعائلات كمان نعمل نواة هاي. بذكر على سبيل المثال في لجنة أسرتنا اللي هي أسسها سيدنا سليم، كان هدفها هي إنه هدول اللجنة المصغرة بالكنيسة تساعد الكاهن تدور على العائلات اللي بعيدة عن الكنيسة. ونحن بنعرف العائلة هي أكثر شيء ممكن هي تعطي تعليم مسيحي للأطفال وللشبيبة، فنستهدفهم نقوم بهالنواهي، يقوموا يشوفوا مين العائلات اللي بعيدة عن الكنيسة. كمان بدي أذكر بالنسبة للأشياء اللي هي أنتوا ذكرتوها، بس نشوف الأشياء مثلا اللي بيعملوها الكنائس بالنسبة لتعليم المسيح كتير، بس في أشياء كمان ممكن زي ما قال أبونا مروان نعمل زي نقد شوي بسيط، حتى نطلع من الأشياء إنه شو النواقص، شو ممكن نقوم بأشياء ناقصة. أنا بقول ممكن كمان نعمل اللي هي نشوف إنه في مثلا لو يكون في مركز للتعليم المسيحي يكون في مسكون، يعني يكون لكل الكنائس يكون في الوسائل الإيضاح اللي بيحتاجها المربي والمربية، يكون فيها مثلا أشخاص مختصين، يكون مثلا أي واحد بحب التعليم المسيحي يسأل أي سؤال يروح على هالمركز ويستعين فيه، يكون في مثلا كمان دورات روحية ورياضات روحية للي بيعطوا تعليم مسيحي. احنا بنعرف انه الفاقد الشيء لا يعطيه، فهو محتاج يتغذى روحيا حتى يقدر يعطي ويحمل رسالة لهدول الأطفال، فمحتاجين لمركز روحي يساعد، رياضات روحية تساعد هدول المربين والمربيات بحياتهم حتى يقدر يعطوا من كل قلبهم. انتوا بتعرفوا اكيد كمان انه اسسنا قبل فتره، مع اكيد بنشكر البعثه البابويه، موقع الكتروني للتعليم المسيحي، وكان هدفه فعلا يساعد هدول الاشخاص، الفئه اللي بتعطي التعليم المسيحي، يلاقوا الاشياء اللي هي ممكن يعانوا فيها. بتعرفوا انه بهذا الموقع الالكتروني في كتاب للطفل من الروضه للاعدادي، في كتاب للمربي، في وسائل ايضاح، في مكتبة كتير غنية موجودة يعني مواضيع كتير فيها، باوربوينت موجود فيها، تراكيل، فيديوهات بتخص كل الأعمار، وكتير أشياء موجودة ممكن هم يدخلوا عليها، وحتى تنشئ على المربين ممكن في كمان عندهم مجال يدخلوا يتعمقوا فيها أكتر. فأنا من خلالكم يعني كمان بطلب إنه بركن هالموقع يكون كمان يوصل لأكبر عدد ممكن، لأنه في أشخاص يمكن محتاجين يدخلوا له بس ما بيعرفوا بوجوده.
المسير العنوان ما أعطيتينا العنوان. مركز يوحنا المعمدان. مركز يعني لو كتب على جوجل بالعربي مركز يوحنا المعمدان بيطلع له دغري أبونا. الله يخليك يا رب. يعني أنا بشكركم كثير على الاستضافة ونصلي لبعض بالنسبة للسنودس حتى فعلا يوصل زي ما هو البابا بيشوف يعني الأمور كيف توصل من فئة الشعب من فئة الأشخاص العلمانيين ليوصل لعنده إن شاء الله. آمين 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 آمين. شكرا كثير. صباحك نور مسير. وصباحكم نور يا الله يحفظك. صلي لنا. الله يخليك. أكيد يسعدك يا رب. يعني أبونا دعوا الأطفال يأتون إلي لأن مثل هؤلاء ملكوت السماوات. يعني يمكن فكرة شوي غريبة إن ندخل الأطفال في السينودوس. يعني في ناس بيقول لك يعني إنهم مش ناضجين كفاية يوصلوا الصوت. بس كمان خطرت عبالي وأنا بتواصل مع السير سناء قلت كمان يعني من جانبين هلا دور السير سناء والعاملين معها إن هم بيعدوا المربيين والمعلمات والمعلمين اللي بيعطوا بمدارسنا التعليم المسيحي. بس كمان يعني أنا من فترة طويلة بدرس أطفال يعني بالمدارسنا وبالمدارس البطركية وبهيك وبالفرير كوني. فخبرتي إنه مرات بيبهروك بيعطوك أفكار ما كانت تخطر على أهم اللاهوتيين. بيعطوك أفكار بديعة جدا وكأن الروح القدس يعمل في براءة هؤلاء الأطفال. اليوم شو تعليقك على أنه الأطفال يكون ممكن يكون لهم دور؟ طبعا لهم دور لهم دور كبير. يعني كمان آيات كتاب مقدس من سفر المزامير بيحكي على أفواه الأطفال والرضع حيات لك تسبيحا يا الله. يعني حتى الأطفال ممكن فعليا يوصلوا أفكار لاهوتية. ويسوع نفسه اللي تهلل بدافع من الروح القدس حكى أحمدك يا أبتي رب السماوات والأرض على أنك كشفت هذه الأشياء للأطفال وحجبتها عن الحكماء والأذكياء. فالأطفال هم الأقرب إلى الله والهم دائما عندهم علاقة ثقة وإيمان أقوى بكثير من علاقتنا إحنا مع الله تعالى. فإلهم دور؟ نعم إلهم دور. ممكن يتكلموا باسم الكنيسة؟ بيتكلموا باسم الكنيسة. يعطوا أفكار إحنا ما عندناش إياها؟ نعم بعطوها. يعني إذا نأخذ مثلا على سبيل المثال واحدة من الحركات الشبابية اللي هي الكشافة. الكشافة اللي لما بدهم يأخذوا قرارات معينة بيسمعوا عندهم للأشبال والزهرات قبل ما يسمعوا للجوالي وللقيادة وللشورى. لأنه من خلال هذول الأشخاص ممكن تطلع أفكار جديدة ما خطرت على بالنا أبدا. فنعم هذول الأشخاص موجودين وإلهم دور فعال بكنايسنا ومرات بعطونا إلهامات من خلال صلاتهم من خلال كلمات برموها هيك مش قصدينها ولكن ربنا بده يوصلنا من خلالها إشي معين. فعشان هيك كمان لما إحنا بنعمل هاي اللعبة في المدارس وبحصة التعليم المسيحي ويكون في عنا فعلي نشاطات للصغار ممكن يطلع عنا أشياء إحنا ما خطرت على بالنا. فنعم في إلهم دور فعال. طب مسموح إننا نلعب هاللعبة هاي؟ طبعا في إلنا دور. تشرح لنا أكثر أبونا عن جد يعني بحاجة لحجر النرد؟ بحاجة لحجر نرد لإلها وبس بتلعب شو الرقم يعني بيطلع لك في بداية وفي نهاية يعني بلش من واحد وبتنتهي ب 52 اللي هي مربع السينودوس. كل مرة بتمشي مثلا رقم 3 هل تدعو أصدقائك ليحضروا ويشاركوا في القداس؟ يعني هل أنا كطفل أو كولد مؤمن صغير هل أنا في إلي دور بإني أنا أشجع الولد صاحبي يجي معي على الكنيسة ولا يروح معي على الحارة يلعب فوتبول؟ أوكي هون بشعر بأنه هو في إلي دور كمان بأنه يجيب واحد تاني معه على الكنيسة. نعم. وفي منهم جزء لا بأس به بيكون بالشبيبة بيكون بالكشافة بيكون بخدام الهيكل. هذول الأشخاص كمان لهم دور مش فقط أني أنا أكون لحالي موجود بالكشافة أو بالشبيبة أو بخدام الهيكل وإنما هدفي أنه أجيب ناس تانيين حتى هاي الحلقة تكبر والابعاد عن الكنيسة يقلوا شوية شوية ويصير وجودنا بالكنيسة والانتماء إلى الكنيسة هو جزء لا يتجزأ من ثقافتنا اللي احنا عم نعيش فيها. فمن خلال الأطفال احنا بنقدر نزرع فكرة بأنه كل واحد فينا في إله دور في الكنيسة. أنا مش موجود حتى أكون حجر محايد في الكنيسة. أنا مطلوب مني أني أكون حجر حي في الكنيسة في إله دور. عشان هيك احنا اكثر الادوار اللي ناخذها بالكنيسه وبتبلش لنا بالكنيسه ما بعد ما ياخذ الطفل سر المناوله والتثبيت وقتها بدخل لقمه المشاركه في حياه الكنيسه الليتورجيه من خلال المناوله والتثبيت وبعديها بصير ياخذ دوره بشكل فعال اكثر من خلال خدمه الكنيسه وحياه الكنيسه. ف
وإذا حط رجله بهذا الموضوع هو راح يكون حضمنا بأنه هو يكون ابن للكنيسة ودائم مواظب بالكنيسة وعارف شو أهمية الصلاة وقداس الأحد. وفي يوم من الأيام لما يكبر ويصير في عنده أولاد راح يصير يشجع أولاده أنه روحوا وشاركوا في الشبيبة وشاركوا في الكشافة وشاركوا في خدام الهيكل، لأنه هو كان في يوم من الأيام بهاي الحركات وعارف قديش هاي الحركات بتأثر فيه على صعيد إيمانه وصقل شخصيته وحياته المسيحية. نعم جميل أبونا. بالحقيقة أبونا اليوم نقدر نحط على طاولة السينودوس تطلعاتنا وآمالنا بتغيير جذري يجذب الناس اللي حكينا عنهم سابقا إنه هم الناس الابعاد اللي الناس بيقول لك وعظة الكاهن طويلة ومملة، الصلوات بتطول وخصوصا البيزنطيين بالمناسبات في عندهم يعني بتقعد أكثر من ساعة، والناس بيقول لك يا عمي طب احنا يعني بدنا نكون لنا دور أكثر نتحرك فيه أكثر، يعني نقول بالقداس اللاتيني في حركة أكثر للعلمانيين. هلا ممكن تطلعاتنا ممكن يكون دورنا العلمانية أثناء القداس بدل وعظة الكاهن علماني يوعظ؟ هلا هي الوعظة بشكل خاص للكاهن أوكي وبشكل أساسي هي للأسقف، الأسقف دوره الأساسي هو أنه يعظ ولكن التعليم، والكاهن هو ينوب عن الأسقف في الرعية، فهي بشكل أساسي ومباشر ضمن الإطار الليتورجي يعني ضمن الذبيحة الإلهية هي اختصاص كاهن، ولكن خارج الإطار الليتورجي نعم أي إنسان مثقف يعلم تعليم مسيحي صحيح يحق له أنه يعطي محاضرات ويعطي تعليم مسيحي، ليش لا؟ خارج إطار القداس بالضبط، بس جوا إطار القداس هو الدور الأساسي للكاهن، لأنه الكاهن بهديك اللحظة هو ما بيكون هو، بيكون هو يسوع المسيح أكيد زي ما بنحكي باللغة اللاتينية in persona Christi، يعني هو يقدس ويعظ ويصلي مع الشعب في شخص يسوع المسيح، حتى بسر الاعتراف لما بتعطي الحل انت بتقول له باسم يسوع أوكي بالأسفل. أنا أحلك بصفة مش بصفتي أبونا مروان ولا بصفتك أبونا جورج وإنما بصفتنا يسوع المسيح بهذيك اللحظة اللي بنمنح الخلاص لشعب الله، ولكن خارج إطار الليتورجي نعم يحق لأي إنسان متمكن يعظ التعليم المسيحي المستقيم الصحيح انه يعظ ويعطي تعليم مسيحي. نعم يعني الحقيقه ابونا يعني اليوم العبء كبير والمشوار المسيره السينودسيه طويل وشاقه، يعني احنا بنصلي لكم من هالمكان يعني انه الله يلهمكم القوه ويعطيكم الصبر، لانه فعلا بدها صبر، لانه التواصل مع الناس والمشارب المختلفه والاذواق المتفاوته، وزي ما حكينا في ناس مسيحي بالهويه في ناس بمل من الإجراءات اللي هي بيشوفها، في جدلية بينه وبينهم دائما شائكة بخصوص تطبيق الإيمان، بقول لك أنا ببيتي بصلي أنا مؤمن بيسوع أكثر منك يا أبونا شو بدك أكثر من هيك، قلنا هاي ربنا اللي بعلم فيها، بقول لك إن دخلت بدك تصلي ادخل هيك مخدعك وأغلق الباب عليك وبصلي، ولكن زي ما تفضلت بداية حديثك الكنيسة مش هي الحجارة، كنيسة البشر اللي هي جماعة المؤمنين، كنيسة فاضية متحف هاي مش كنيسة، حتى لو يعني للأسف حتى لو قلنا أنه فيها كل مكونات الأساسية بس ما فيها بشر، يعني والكاهن اللي بقدس وحده تقويته هاي والفرض تبعه هذا إشي مقدس وإشي مهم، بس لما بيكون بقلب الرعي وبيقدس لحاله يعني في مشكلة أنه الرعي تبخرت صح فبيصير بحاجة يكون مع جماعة الناس، يعني في توجهات بهالسينودوس انه جذب هذا العالم اللي بعيده عن 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 هاي عن هاي الكنيسه، روما بتقدم وما زالت يعني قدمت بالماضي وما زالت، يعني زي ما كنا بنحكي بدايه الحديث هالمؤسسات الضخمه اللي موجوده بالكنائس الكاثوليكيه والارثوذكسيه وكل هاي المؤسسات، طب ما هي بيئه جاذبه كمان، ما انت بتوظف ناس انت بتشغلنا عندك بهاي المدرسه قديش معلمه قديش عندك هنا، وحتى يعني اللي مش من نفس الطائفه ومش نفس الكنيسه من كنيسة ثانية وحتى إخوتنا المسلمين يعني بنأثر في بعض بتعاملنا مع بعضنا البعض. بالحقيقة أبونا بحب أعتذر اليوم على الهواء من إخوتنا أصدقائنا على الفيسبوك مش ما علقنا ما قرأنا تعليقاتهم يعني زي ما بتعمل الدكتورة بالعادي، فمنقولهم إنه إحنا متواصلين معكم وشكرا إنكم بتتابعونا وشكرا إنه انتم معنا بهذه الحلقات، ويعني انتم دعم استمرار هاي اكثر من سنتين من انه بالبرنامج مستمرين لانه بنشوف تشجيع الناس ونحب دائما نسمع تعليقاتهم وتشجيعهم، لانه قد ما كان الواحد فينا واثق من نفسه قد ما كان برعيته منيح وقد بحب تشجيع الناس صحيح. والكلمه الحلوه هي باقه،
هي زهرة حلوة، بدام من الواحد الكلمة الحلوة طالعة والكلمة العاقلة طالعة، ليش ما يكون الواحد دائما كلمته حلوة تعليقه حلو، التعليق القاسي يلطفه والكلمة يبدلها ويمحورها ويفكر فيها قبل ما يطلقها وقبل ما يحكيها. في مصطلحات كثير جافة بنقدر نوصل نفس الفكرة بس بكلمة مختلفة. يعني بحكي لك واحد معلومة انت عارف انها مو صح، بتقول له معقول هيك؟ مش صحيح، مش صحيح، بدل ما تقول له لا سمح الله الكلمه هذيك صحيح. فبنلطفها بتعب. فالتعليقات على السوشيال ميديا مهمه جدا. يعني عم بنشوف للاسف اليوم في فلتان، للاسف نحكي نعم. في فلتان، وخصوصا من شبابنا المتحمسين. يعني احنا بنحكي عن جماعتنا على صفحاتنا الكنسيه وعليها، بنشوف في بعض هجوم على شخصيات، هجوم على كيف. اليوم احنا بندعو الشباب انه يهذبوا هذه الطاقات ويقدموها، لازم توصل. رايك زي ما تفضلت لازم يوصل، ونتعلم ها يعني بكهنوتنا خصوصا ابونا، يعني بنتعلم منك من حضرتك. يعني عن جد مش سهوله انك تسمع انتقاد الناس وتتقبل اراء الاخر. صحيح. هلا انتقاد دائما هيك بيكون مزعج، اوكي، ولكن كنيسة واجبها انها تسمع هذا الانتقاد ولكن بالطريقة اللائقة واللبقة. للأسف كثير مرات من الأشخاص اللي بفكروا حالهم انه هم عم بيصلحوا الكنيسة وهم عم بيضبطوها وهم بحطوا ايدهم على الجروح من خلال منصات التواصل الاجتماعي، بتكون امورهم لاذعة، وبتكون اذا كان في مشكلة او بيكون في عنا سوء تفاهم بصير اللي ما بيعرفش فيه عم بتسأل عنه وبدي يعرف عنه، ومصير شخصية معينة بتكون سبب عثرة لمئات الأشخاص اللي عم بسمعوا من هذا الموضوع. وبنعتبر مواقع التواصل الاجتماعي هي منصة حتى نوصل صوتنا. يعني وأنا بوجه رسالة بهاي الناحية بأنه مواقع التواصل الاجتماعي هي مش المنصة حتى نوصل صوتنا. يعني يسوع المسيح لما طلب من القديس فرانسيس الأسيزي ابني كنيستي، فرانسيس الأسيزي ما راح شرشح الكنيسة ولا راح نشر كل ستر عليها يعني. غسيلها أوكي؟ ستر عليها، ومن الداخل كابن للكنيسة وكشخص كمان بتحمل جزء من هاي المسؤولية حاول يصلح الكنيسة من خلال صلاته وفقره وصومه، وأنه هو يعطي مثل الصالح بكيفية عيش إيمانه. فإحنا ما منصلح الكنيسة من خلال أنه ننشر مشاكل وأخبار سيئة عن الكنيسة على مواقع التواصل الاجتماعي. إحنا منصلحها من خلال أنه نصلي من أجلها، نصلي من أجل قياداتها. متى آخر مرة أنا صليت لكاهن رعيتي؟ متى آخر مرة أنا صليت لمطراني؟ متى آخر مرة صليت لراهبتي؟ اللي هم كمان بشر، هم عندهم أخطاء، إحنا مش ملائكة نازلين من السماء، ولكن إحنا بحاجة لدعم أكثر مما إحنا بحاجة لانتقاد. نعم نسمع الانتقاد، بنحاول نصلح من حالنا، ولكن رجاء يكون هذا الانتقاد هو انتقاد نعم. بناء نعم. في سبيل خير الكنيسة. نعم أبونا نختم بصلاة. أكيد بدي أختم بصلاة اللي هي صلاة السينودوس صراحة. جميل جدا، جميل، اللي من خلالها ننطلق حتى نعمل مع بعضنا البعض إن شاء الله من أجل السينودوس، وفيها هي استغاثة للروح القدس. آمين يا رب. بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد. آمين. أيها الروح القدس، ها نحن واقفون أمامك ومجتمعون معا باسمك، أنت مرشدنا الوحيد، تعال إلينا، أمكث معنا، ارتضي أن تسكن في قلوبنا، علمنا الهدف الذي يجب أن نصبو إليه، وأظهر لنا كيف نسير معا. نحن ضعفاء وخطأ، فلا تسمح بأن نحدث الفوضى حولنا، ولا أن يقودنا الجهل في طريق السوء، أو أن يؤثر التحيز على تصرفاتنا. دعنا نجد فيك وحدتنا حتى نتمكن من السير معا نحو الحياة الأبدية، ولا تبعدنا عن طريق الحق وعما هو صالح. نسألك هذا كله، أنت الذي تعمل في كل مكان وزمان في الشركة مع الآب والابن إلى أبد الآبدين. آمين. آمين أبونا، نشكرك نهاية الحلقة على هذه الاستضافة، وربي باركك وخدمتك ما شاء الله. يعني إذا أنا استغنيت أكيد السادة المشاهدين استفادوا واستغنوا بعمق روحانيتك أبونا، ومعلومة بصدق يعني مش غزل على الهوى، بس عن جد ما شاء الله عليك أبونا، يعني ربي باركك. يعني حلقة عن جد كانت غنية. شكرا كثير أعزائي المشاهدين، إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. نودعكم بنعمة يسوع المسيح، نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس معكم جميعا. اذهبوا بسلام المسيح. آمين.
أعجوبة ليلي لوميير مستمرة، مستمرة فيكم، مستمرة إلكم ولولادكم من بعدكم ولولاد ولادكم وللجيل اللي بعد ولاد ولادكم من بعد. لما تكون تعبان بهمك عندك كلمة تريح قلبك، ترجع الدنيا بتضحك لك، نور سات ليل ومير، نور سات ليل ومير، نور سات ليل ومير، نور سات ترنم صلوات ليل ومير، محبة وخير. صلوات تليل ومير، محبة وخير.